نغسله بالنسبة للمريخ. بص أكبر مكان في مصر ما بين هنا وبين أمريكا يشكل جزء من الذاكرة الثقافية والحضارية لهذا الوطن، هذه المنطقة ابتداء من جامع العمر والمدرسة المعلقة ومتحف القبر. يعني هذا النسيج متكامل مع بعضه يشكل تاريخ من الوعي وتاريخ من التسامح وتاريخ من التواصل وتاريخ من العلاقه بين بصرف النظر المسيح والمسلم. نموذج يعني هو تجسيد لل 7000 سنه من تاريخ مصر من خلال هذا التراكم في كل الحقب التاريخيه. يمكن هذا المكان يعني انا اعتبره تجسيد لكل هذا الكلام، تجسيد لفكره التاريخ بالمعنى الزمني، تجسيد لفكرة التاريخ بمعنى الهوية، تجسيد لفكرة التاريخ بمعنى الحقب التاريخية. وعشان كده تلاحظ وجود هذا الكم من السفراء من الدول العربية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية، هم عارفين بلدنا يمكن أكثر من ناس كتير من المصريين، عشان كده هم موجودين معنا النهارده. حريص ان انا اقول فعلا المفروض ان هو يتعمل، لازم تكون دراسه جزء من الدراسه في المناهج التعليم، دراسه عمليه من خلال زيارات لهذه المناطق سواء كان يعني مصر القديمه بكل هذا التنوع اللي فيها، منطقه الاهرامات تعلمه يعني يبقى جزء من وجدانه وجزء من ضميره وجزء من ثقافته وشعوره بانه ينتمي لبلد يعني جديره بان تكون موضع احترام العالم، وان هو يفخر ان هو ينتمي الى هذا التاريخ. احنا محتاجين ده في مدارسنا ومحتاجين ده في الشباب.